التريننج اكسبيرينس مع بيكن بصراحه ات واز فيري فروتفول والنوليدج مع يعني في الكورس كانت فيري فاليبل بالنسبه لي انا. راندا صلاح الدين بشتغل اكونت مانجر في اوبريشنز في سيتي بانك بقالي دلوقتي 9 سنين. النوليدج مع يعني في الكورس كانت فيري فاليبل بالنسبه لي انا. انا لسه مش في التريجري فيلد دلوقتي بس اللي خلاني ابقى عايزه اخد الكورس ان انا عايزه اشفت كارير. السبيريت بقى في الكورس ان انت بتتقابلي مع فيلدز كتير قوي وانت قاعده يو جين بقى من الناس اللي قاعده حواليك. امينه طبعا النوليدج بيس خطيره, احسن حد ممكن اقعد معاه تو جين ذس نوليدج فروم. اي حد دخل الفاينانس سيكتور, اي حد بيتعامل مع كوربريت وذر من ناحيه البانكينج او ناحيه الكوربريت لازم ياخد السيرتيفيكيشن دي.